الرئيس السيسي يعرب عن تقدير مصر دور الشركات الألمانية كشريك في مسيرة التنمية. مجلس الوزراء يسلط الضوء على أحدث جوانب التعاون بين مصر وفرنسا. بيان بشأن اجتماع اللجنة العامة لنظر طلب من 5 أعضاء البرلمان لتعديل الدستور. استقبل الرئيس السيسي أمس وفداً يضم رؤساء وممثلي كبرى الشركات الألمانية بالإضافة إلى عدد من أعضاء البرلمان الألماني البوندستاغ، ذلك بحضور وزير الاقتصاد والطاقة الألماني بيتر ألتماير والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والدكتور محمد معيط وزير المالية والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة. وأعرب الرئيس السيسي خلال الاجتماع عن تقدير مصر للدور الذي تطلع به الشركات الألمانية كشريك في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، موضحا سيادته أن مصر خطت خطوات كبيرة على صعيد تحقيق تطلعات شعبها في تحقيق الاستقرار على أسس راسخة، باعتبار أن ذلك يمثل ركيزة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي، ومؤكدا في هذا الإطار أن الإرادة الشعبية لها الدور الحاسم في توفير الاستقرار اللازم لتطوير الاقتصاد والانطلاق به إلى آفاق أرحب. اجتمعت اللجنة العامة لمجلس النواب أمس برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، واستعرضت الطلب المقدم من أكثر من 5 أعضاء عدد المجلس بشأن تعديل بعض مواد الدستور، وذلك استنادا إلى أحكام المادة 226 من الدستور والمادة 140 من اللائحة الداخلية للمجلس. وقد وزعت التعديلات على جميع السادة النواب أعضاء اللجنة العامة. وافتتح الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس الاجتماع مؤكدا أن الاختبار الواقعي لبعض النصوص الدستورية التي استحدثها دستور عام 2014 تحتاج إلى بعض المراجعة، وليس في ذلك عيب أو انتقاص، وتجارب الدول حولنا تشهد بذلك. كما أكد رئيس مجلس النواب أنه يجب أن تكون بوصلة أي تعديل يتعلق بالنظام الدستوري لسلطات الحكم بناء مؤسسات قوية ومتوازنة وديمقراطية تستطيع الاطلاع بمسؤوليتها بكفاءة، وذلك دون المساس بالضمانات الأساسية التي كفلها الدستور. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بياناً عن أحدث جوانب التعاون بين مصر وفرنسا. وأوضح المركز الإعلامي أن حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر تقدر بنحو 5 مليارات دولار، بالإضافة إلى وجود 160 شركة فرنسية عاملة في مصر، معلنا توقيع نحو 40 اتفاقية مؤخرا تقدر قيمتهم ب 1.6 مليار يورو. وأضاف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن تلك الاتفاقيات شملت توقيع مذكرة تفاهم بين شركة أكسا إفريقيا القابضة ووزارة الصحة باستثمار أجنبي مباشر قيمته مليار جنيه، ذلك بهدف تنفيذ شبكة عيادات شاملة لتقديم خدمات الرعاية الأولية، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم لتمويل المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، وذلك بقيمة 336 مليون يورو. كما تم التوقيع على اتفاق تسهيل ائتماني لدعم الشركات المملوكة للسيدات لمصلحة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على شكل قرض قيمته 50 مليون يورو، بالإضافة إلى مليون يورو كمنحة. وتبع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة أورنج ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإنتاج الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة، وذلك باستثمارات تقدر ب 250 مليون جنيه. كما قامت شركة أورنج بزيادة استثماراتها في مصر ب 750 مليون يورو بهدف تدريب الشباب ودعم الابتكار وريادة الأعمال وتوفير فرص عمل. التقى وزير الخارجية سامح شكري اليوم مع بيتر سيراتو وزير الخارجية والتجارة المجرية على هامش الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي المنعقد حاليا بالعاصمة البلجيكية بروكسل. وبحث شكري مع نظيره المجري سبل تعزيز التعاون الثنائي خاصة في مجال التعاون الاقتصادي، حيث استعرض شكري التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية التي توفرها المشروعات القومية، معربا عن تطلعه إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، ومنوها بأهمية انعقاد منتدى الأعمال المصري المجري قريبا.
كما التقى وزير الخارجية سامح شكري اليوم مع جورجيوس كاتروغالوس وزير اليونان المناوب لشؤون الخارجية، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل. وأشاد وزير الخارجية في بداية اللقاء بمستوى تطور العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، معربا عن تطلع مصر إلى استمرار ذلك الزخم على كافة المستويات في إطار الآلية الثلاثية مع دولة قبرص. وفي هذا السياق نوه شكري بمخرجات اجتماعات القمة الثلاثية الأخيرة في كريت أكتوبر الماضي، مؤكدا على أهمية البناء على نتائجها خاصة في مجالات السياحة والاستثمار والعمل والطاقة، بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين الصديقين. واتفق الوزيران خلال اللقاء على أهمية العمل على تنمية وتعزيز الروابط التجارية والاقتصادية بينهما، فضلا عن تكثيف التشاور إزاء التحديات الإقليمية والدولية، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية. تتابع وزيرة التضامن الاجتماعي غدا والي فرق العمل المشتركة التي تم تشكيلها من برنامج أطفال بلا مأوى وفريق التدخل السريع لتوفير الرعاية الصحية اللازمة والمساعدة للمواطنين الذين فقدوا المأوى، حيث تجوب فرق التدخل السريع محافظات الجمهورية المختلفة بحثاً عن هؤلاء المواطنين. وقد بلغ إجمالي الحالات التي تم التعامل معها منذ بدء العمل وحتى مساء أمس 2777 مشرداً وطفلاً بلا مأوى. شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملات أمنية مكبرة لضبط تجار المواد المخدرة، المزيد في سياق التقرير التالي. ضربة أمنية ناجحة وجهتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ضد العناصر الإجرامية التي تتاجر بالمواد المخدرة بضبطها عاطل بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن الجيزة، وذلك أثناء استقلاله سيارة بنطاق قسم شرطة الشيخ زايد وبحوزة 375 تربة لمخدر الحشيش تزن 37.5 كيلوغرام قبل ترويجها على عملائه بالقاهرة والجيزة. كما تمكنت الإدارة من ضبط عناصر التشكيل العصابي يقوم بالاتجار بالعقاقير المخدرة وترويجها بنطاق دائرة مركز شرطة أبو كبير بالشرقية وبحوزتهم 40,000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون أثناء استقلالهم سيارة ملكي. كما تمكنت الإدارة من ضبط عاطلين بالمنيا التحريات أكدت اتجارهما في العقاقير المخدرة بكميات كبيرة بمركز ملاوي وبحوزتهما 4,000 قرص مخدر لعقار التامول.